وخلينا نبدأ مع حضراتكم بأهم الأخبار اللي حصلت امبارح. منها اجتماع الحكومة اللي استعرضت نشاطها الأسبوعي في إنفوجراف، ونفت أيضا خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة الجديدة. ومنها أيضا أن وزارة التخطيط قالت أن الاقتصاد المصري نجح في توفير 1,000,000 فرصة عمل لائقة. ومنها أيضا أن رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس اللي صرح بأن مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء قد تصل الاستثمارات فيها لأكثر من 10 مليار دولار. خلينا نشوف. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي للمجلس في الفترة من 14 ولحد 20 مايو، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. كمان أكدت الحكومة أن خبر خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022-2023 تزامناً مع تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي غير صحيح، وشددت على زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية اللي بتستهدف الفئات الأولى بالرعاية مع منحها الأولوية القصوى في مشروع الموازنة الجديدة للدولة. وكشفت النتائج المعلنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليصل 9% خلال النصف الأول من 2021-2022، وده مقارنة ب 1.4% خلال الفترة نفسها من السنة اللي فاتت، ومتوقع يسجل معدل النمو الاقتصادي 7% بنهاية العام المالي بعد تحقيق معدل نمو إيجابي وصل ل 3.3% السنة اللي فاتت، وده على الرغم من تداعيات جائحة كورونا. من ناحية تانية، أعلن المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء قد تصل استثماراتها لأكثر من 10 مليار دولار، وبكده هتوصل الطاقة الإنتاجية من الوقود الأخضر ل 5,000,000 طن في السنة، وهتقوم المنطقة الاقتصادية بنشاط ملحوظ بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المصرية المعنية علشان تستقطب أكبر الاستثمارات المتنوعة في مجال الطاقة النظيفة والتحول للاقتصاد الأخضر. خلينا نروح لمنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، واللي لسه مستمرة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وتم مد فترة عمل الشوادر والتنسيق مع السلاسل التجارية لحد أول شهر يونيو تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية. تتواصل فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بعد أن تم مد فترتها حتى نهاية الشهر الجاري تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستمرار التدابير والإجراءات اللازمة لإتاحة السلع للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عنهم في ظل التحديات الاقتصادية الدولية الراهنة. في ظل الأسعار العالمية والغلو العالمي أصلا، يعني كويس إن هي موجودة في مصر حاجة زي كده. المبادرة كويسة وأسعارها كويسة. بنشكر الدولة وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة دي. كلنا واحد مش مجرد اسم، هي شعار من رئاسة الجمهورية، وزارة الداخلية، سلاسل تجار، وكلنا أجمعنا على استمرار المبادرة لرفع العيب عن المواطن البسيط لحد نهاية مايو، والتخفيضات مستمرة لحد نهاية مايو بتخفيضات تصل 60% على كل السلع الاستراتيجية. المبادرة حاليا مخلية الناس مطمئنة، تمام، وبتشتري ومش حاسه ان في مشاكل لا في بضاعه ولا في سعر، وبالتالي عمليه البيع والشراء وماشيه بصفه طبيعيه وما فيش اي مشاكل، والعملاء لا مش حاسه ان في اي نواقص ولا اي زيادات في الاسعار. في قرابه 1,000 فرع لكبرى السلاسل التجاريه على مستوى الجمهوريه تتوفر السلع بكميات كبيره وجوده عاليه وبتخفيضات تصل نسبتها الى 60%، وهو ما اتاح للمواطنين تلبيه احتياجاتهم باقل تكلفه. المبادره اثرت طبعا وعملت مفعول كبير وأعجبت كل الشعب يعني، وساهمت في حاجات جميلة جدا وريحت الأسعار شوية، والناس بتمناول الجميع دلوقتي. يكفي إن كل حاجة متوفرة، أسعار معقولة جدا تختلف عن بره بفضل الله. يعني المبادرة كويسة، ويا رب المبادرة دي تفضل دايما كده ونفضل كده
ومصر تتحسن لأحسن وأحسن وتفضل دايما في الحلو إن شاء الله، وربنا يخلينا رئيس. واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب، احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا. شوادر ومنافذ أقامتها الوزارة بالتنسيق مع كبار التجار والموردين في المناطق الأكثر كثافة والأشد احتياجاً، ساهمت في توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة، ومع استمرار عمل المبادرة كان الإقبال على الشراء. شوادر بتكون بتساعد المواطن على شراء منتجات اللي محتاجها بأسعار مخفضة، وخصوصاً في الأماكن الأكثر احتياجاً، فبتسهل على المواطن إن هو يقدر يشتري المنتج يكون قريب ليه ويكون قريب من مكان سكنه، تنفيذاً لتعليمات السيد الرئيس بضرورة التواجد مع المواطنين، بضرورة إقامة الشوادر وإقامة المعارض وتوفير سلع بأسعار مخفضة وجودة عالية للمواطنين. يا جنودك اللي بينا اشتد عودك، واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية ومن خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية تسهم في توفير السلع بأسعار مخفضة حتى نهاية العام. بنشكر الرئيس على مبادرة كلنا واحد، يا ريت المبادرة دي تمد أكتر من كده بكتير. منذ إطلاق المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من شهرين، ساهمت في تخفيض الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وما زالت مستمرة في أداء هذا الدور. وبالنسبة لجولة المحافظات معنا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في محافظات مصر، منها رفع درجة الاستعداد القصوى لانطلاق فعاليات الدورة الأولى لمهرجان تل بسطة في محافظة الشرقية، ومنها إنجاز 96% من تطوير مستشفى طهطة في سوهاج بتكلفة بلغت 243 مليون جنيه، ومنها والكشف أيضا على 989 مواطن خلال قافلة طبية في قرية العمرة ضمن مشروع حياة كريمة في محافظة قنا، وأخبار تانية كتير من محافظات بني سويف والبحيرة وأسيوط وشمال سيناء. خلينا نتابع ونشوف. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث اللي حصلت امبارح، أبرزها تكليف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية برفع درجة الاستعداد القصوى بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الأولى لمهرجان تل بسطة باعتباره أول مهرجان سياحي ثقافي بيتم إقامته على أرض محافظة الشرقية، واللي بتنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والأثر. في محافظة سوهاج تم الإعلان أن نسب التنفيذ في مشروع إحلال وتجديد مستشفى طهطة العام وصلت ل 96% بتكلفة 243 مليون و200 ألف جنيه على مساحة 3740 متر مربع، وأن المستشفى بتشهد أعمال التشطيبات النهائية تمهيداً لدخولها الخدمة قريب، وده في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتطوير المستشفيات العامة والمركزية ورفع كفاءة المنظومة الطبية. في محافظة قنا مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية في قرية العمرة التابعة لمركز أبو تشت ضمن فعاليات القوافل الطبية اللي بتنظمها وزارة الصحة في كل التخصصات في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وده في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على 989 مواطن في 6 تخصصات طبية. في بني سويف تم الإعلان عن تنفيذ قافلة طبية للكشف عن 1895 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. تضمنت القافلة عقد ندوات للتثقيف والتوعية الصحية عن الوقاية من الأمراض المعدية. في محافظة البحيرة تم افتتاح 14 مسجد بتكلفة 20 مليون جنيه، وده خلال افتتاح المحافظ مسجد محمد حسني مكرم في قرية قراقس التابعة لمركز دمنهور بتكلفة 10 مليون جنيه، وفي حضور قيادات وزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية في المحافظة. في محافظة أسيوط هيتم تنظيم دورة تدريبية على الحرف التراثية واليدوية بالمجان خلال الفترة من 1 يونيو الجاي والحد 31 يوليو 2022 في مقر وحدة خان الخليلي بمركز الفتح، وده في إطار خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية وإحياء الحرف التراثية والتقليدية للمحافظة والحفاظ عليها من الاندثار وتوفير فرص عمل وتدريب للشباب وتأهيلهم لسوق العمل في القطاعات المختلفة.
مستشفى بئر العبد المركزي في شمال سيناء استقبلت دفعة جديدة من أطباء أربع جامعات ضمت 15 طبيب في كل التخصصات، وتم استقبال الأطباء تنفيذاً لبروتوكول مستشفى بئر العبد مع جامعات القاهرة والزقازيق والأزهر والمنصورة. في محافظة بورسعيد بدأ انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة. هتستمر القوافل لمدة شهر لحد بداية امتحانات شهادة الثانوية العامة في حضور نخبة من كبار الأساتذة من داخل بورسعيد وخارجها. في الوادي الجديد تم افتتاح أحدث مصنع لإنتاج مواسير البلاستيك والمقام على مساحة 10,000 متر مربع بطريق الخارجة باريس بتكلفة 27 مليون جنيه.